أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نعتذر على انقطاع أو العطب التقني الذي حدث معنا، ونكمل هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. كما قلنا، حلقة تمهيدية بالنسبة للسلسلة التي نوينا القيام بها من أجل مناقشة واستفسار وطرح تساؤلات وإشكاليات بالنسبة لموضوع التقليد، وبالنسبة للخصام التاريخي بين المدرستين الإخبارية والأصولية. كنت قد تحدثت يعني قبل أن ينقطع التصوير عن ردنا على هذا الأخ المدعي علينا والذي يعني أسرف وأثخن في السب والشتم. قبل أن أكمل حديثي عن هيئة خدام المهدي، سوف أقرأ عليكم مقطعا من رسالة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، رسالة الحقوق، التي تقول يعني حق في حق المدعي، هكذا يقول إمامنا: وأما حق الخصم المدعي عليك، ما هو حقه علينا؟ فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك، لم تنفسخ في حجته، ولم تظلمه، ولم تعمل في إبطال دعوته، وأوفيته حقه، وكنت خصما أو كنت خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود، فإن ذلك حق الله عليك. إذن إذا كان هذا حق الله علي بالنسبة للذي يدعي علي، فأنا أبرئ الذمة وأشهد على نفسي بجهلي و عدم إحاطتي بالعلم، وأنا لا أدعي لا المرجعية، ولا أدعو الناس ليقلدوني، ولا أي شيء من هذا القبيل. وإن كان ما يدعيه باطلا، ما هو حقه علي؟ رفقت به الرفق وردعته الردع، وهذا ما سوف نقوم به برفق، وناشدته بدينه، ولم تأتي في أمره غير الرفق، فالرفق هنا ضرورة، ولم تسخط ربك في أمره، وكسرت حدته بذكر الله، وألغيت حشو الكلام ولغته الذي لا يرد عنك عادية عدوك، بل تبوء بإثمه، وبه يشحذ عليك سيف عداوته، لأن لفظة السوء تبعث الشر، والخير مقمعة للشر، أول خير مقمعة للشر، وهذا سوف نقمع شر هذا الأخ بالخير، وليس لن ننزل إلى مستواكم الذي تريدون به أن تجعلون جاهلون أميون سوقويون.
ولا قوة إلا بالله. أكمل حق المدعي عليه، المدعى عليه. وأما حق الخصم المدعى عليه فإن كان ما تدعيه حقا، إذا أنا ادعيت شيئا على أحد، إذا كان ما أدعيه حقا أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى، فإن الدعوى غلظة في سمع المدعى عليه ولم تجحد حقه، وقصدت قصد حجتك بالرفق، دائما الرفق. ولن لم نجد رفقا في قول هذا الأخ ورده الشنيع والجاهل على أقوالنا. وأمهل المهلة وأبين البيان، وألطف اللطف، أو أمهل المهلة وأبين البيان وألطف اللطف. هكذا يجب أن يكون الرد، أمهل المهلة وأبين البيان وألطف اللطف، ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال. ونحن اكتشفنا الكثير من القيل والقال في هذه في هذا الرد، فتذهب عنك حجتك. وهكذا ما وقع معكم يا جنود الله الغانمون، ولا يكون لك في ذلك درك. وإن كنت مبطلا في دعواك تقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت الدعوة، ولا قوة إلا بالله. لبيك يا علي بن الحسين عليه السلام، كلامه فوق رؤوسنا وفي أعيننا، والإمام واجب الطاعة والاتباع والاقتداء، وكلامهم أمر بالنسبة لنا. فأنا سوف أحاول بحول الله وقوته، وبدون حولي ولا قوتي، أن أرفق بهذا الأخ وأن أنصحه وأناشده في دينه، أن يا أخي هذا ليس أسلوبا تتعرض به علينا أو تدعي به علينا. ولقد يعني تعديت الأمر إلى الهتك في إيماننا وفي دعوتنا وتبليغنا وفي مجهوداتنا وكل هذه الأمور، وهذا لا يجوز. أما إذا أنا ادعيت أن هيئة خدام المهدي ظالمة، كانت مسؤولة على الكثير من المأساة بالنسبة للعاملين فيها، لن أتطرق إلى التفاصيل. مشكلتي مع هذه الهيئة وأنهم يدعون أن لهم مسجدا اسمه مسجد المحسن. هذا المسجد ليس له إمام مسجد إلا بعض المرات في بعض المناسبات، أو إذا تبرع الشيخ للصلاة بالناس عندما يريد وكيف يريد. أما صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني دائما في هذا المسجد، غير موجود. هذا ليس بمسجد، هذا هذه وليست بحسينية، هذا استوديو للتصوير. فلا يجوز أن نسميه مسجدا ولا تقام فيه الصلوات الخمس يوميا، ولا خطبة الجمعة، ولا شيء من هذا القبيل. ثم مشكلتنا معهم هو أنه يقومون بغسل الدماغ للكثير من الشباب،
يستغلون سذاجتهم وجهلهم وأشياء أخرى من أجل تعبئتهم وملئهم بالأحقاد واللعن والجهر بالسوء. وهذا ملاحظ عند هؤلاء الناس. أغلبية خدام المهدي كما يسمون أنفسهم، أنا أسميهم خدام الحبيب، ليس لهم مستوى علمي ولا ديني، وليس لهم علاقة بالدين بتاتا. أناس كانوا بتريون، مشكلتهم هكذا في الأول قبل ظهور الشيخ الحبيب، هؤلاء كانوا بتريون كلهم يعترفون بهذا، ثم أنقذهم الشيخ الحبيب من ما يسميه البترية وأوقعهم في بترية أخرى، بتر الولاية ليترك البراءة، أنقذهم من بتر البراءة ليتركوا الولاية وتركوا الولاية، أو تركوا البراءة وأبقوا على الولاية، وها هو يجيء ويرد عليهم البراءة لكن ينزع منهم الولاية. بترية تحارب بترية. سوف نفسر لماذا إن شاء الله في الحلقات ماذا نعني بالبترية عند الشيخ الحبيب، يعني لماذا ندعي عليه أو نتهمه بأنه بتري كما هو يتهم الآخرين بالبترية، كيف أنه يعد الناس لمحاربة الإمام عليه السلام بطريقة أخرى من غير من حيث لا يشعر، لأنه يهدم أركان الولاية بهذه البراءة أو طريقة البراءة السوقية والجاهلة والغير منصفة حقيقة، يعني هو يتهم المخالفين بأشياء عندهم عند المدرسة الأصولية، كل ما يتهم الشيخ الحبيب يتهم البكريون كل هذه الأشياء عندهم في المدرسة الأصولية. بمعنى آخر الاستحسان والقياس العقلي، ويقول لا فرق بين القياس الظني والقياس الديني أو ما يسميه هو، وهو نفس القياس، القياس والاستحسان والجماعة كما يقول أو الإجماع موجود عند المدرسة الأصولية، ونحن سوف نقرأ عليكم، وهذا يكون ردنا على هذا السيد اسمه علي الحسيني، كتب مقالا وصلنا عن طريق الواتساب في مجموعتنا المباركة 313 مهداوي وكوليبري هكذا اسمها، جاءنا هذا يعني هذه الرسالة لنعلق عليها، ونحن سوف نعلق عليها ونرد على كل ما جاء فيها إن شاء الله تعالى. إذن الرسالة تقول لتقليد أدلته أو للتقليد أدلته وشبهاته، فهو يقول مهم جدا، مطول لكن مهم ومفيد لمن يريد المعرفة، فيدعي أن في هذه الرسالة معرفة، سوف نرى أين هذه المعرفة. وهو يحث أن هذه الرسالة أن تذهب إلى الشباب، يا أخي اترك الشباب، كفى بتضييع هؤلاء الشباب، كفى بالضحك على عقولهم وتسفيه أحلامهم، شبابنا سوف يستيقظ ويثور عليكم، نحن نريد مجتمعا مثقفا فقيها عالما، وأنتم تريدون مجتمعا جاهلا، مجتمعا جاهلا لكي تقسمون المجتمع الشيعي مثلما قسمه الدروز الملعونون
كما فعلوا تفعلون. يعني الدروز يقولون عندهم مكتوب في كتبهم وفي علاقاتهم مع إخوانهم، مجتمعهم منقسم إلى فرقتين، الجهال الأغلبية، الجهال هم يقولون هذا الكلام الجهال، يعني هذا هكذا يسمون أنفسهم، يعترفون أن نحن جهال، ومجموعة أقلية قليلة جدا تسمى العقال. يعني هناك العقال الذين هم الوحيدون الذين لديهم الحق في التطلع على الكتب المقدسة، ويجب على الجهال أن ينحنوا أمامهم وأن يقبلوا أيديهم وأن يعبدوهم من دون الله. تعرفون الدروز من أسوأ خلق الله، الدروز يسبون ويلعنون كل الأنبياء إلا واحد أو اثنين، أظن أنه شعيب عليه السلام يحترمونه، كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله ملعونون عندهم، ونعوذ بالله، يعتبرونهم أبالسة دعوا الناس إليهم. سوف نتحدث عن هذا الموضوع، عن الدروز، وقد تحدثت عنه مطولا عندما كنت مع خدام الحبيب، لكنهم سرقوا هذه البرامج ولا يريد أن ينشروها ليستفيد منها الآخرين، ولا يريد أن يردوها علينا لننشرها في القناة، وهذا قلب مشكلتنا مع هيئة خدام المهدي. إذن يقول بداية التقليد دليله الأقوى عقليا، لأن التقليد هو أن يرجع العام البسيط إلى الفقيه، رجوع الجاهل إلى العالم في كل علوم حياتنا ومتطلباتها، يعني حياتنا ومتطلباتها في كل، يريدون أن نقلدهم في كل الأشياء، حتى كيف يشربون الشاي، يريدون قرودا، يحكمون عن القرود، يسفهون عقول الناس، يسبون العقل، هم يقولون العقل لكن يسبون عقل الآخر. يقول يجب على العام البسيط أن يرجع إلى الجاهل العالم أو إلى الفقيه، يعني رجوع الجاهل إلى العالم. يريدون مجتمعا هكذا، جهال وعلماء، ولا يمكن للجاهل أن يصبح عالما والعالم يحكم عن الجاهل، هكذا يريدون. هم انظروا منذ عشرات القرون وهم يلعبون هذه اللعبة، وانظروا النتيجة الشيعة اليوم، الجهل الذي عم في أوساطنا الشيعية، أصبحنا عوام مثل البكريين، وأصبحوا هم الوحيدين التي هي أقلية. يعني انظروا إلى هذا الجهل، الأقلية، يعني كم من مرجع عندنا، يعني لا يبلغون المئة، وبمجتهديهم بمحتاطيهم بكل هذه الأشياء، معممين بالآلاف، لكن جهلاء قرأوا أو درسوا في حوزات أصولية، حوزات تدمر العقول، حوزات تدعو الناس لأن يكونوا جهلاء، لأن عندما يقوم العالم بالشرح بعض الأشياء لا يعطيك مفاتيح الحكمة، لن يعطيهاك أبدا، لكي تكون دائما خاضعا له، محتاجا له، كما يقول في كل علوم حياتنا ومتطلباتها. يقول لماذا ولما لا، يقول ولما لا أن يكون كل فرد يعمل بمفرده وما يقتضيه بنفسه، لماذا يرجع للفقيه؟ الإجابة لأن الحكم الشرعي يجب أن يستخرج من القرآن
والسنة. أقف عند هذه السنة يعني الكتب الحديثية عن أهل بيتي عن أهل البيت، أقف عندها هنا. أتفق معه، يجب أن الحكم الشرعي يستنبط من الكتاب والسنة، هنا أتفق. ولا أتفق كذلك لأن هؤلاء الذين لا يريدون أن يعرفوا، لا يريدون أن يعترفوا أن الاستنباط، استنباط الأحكام حصل منذ عصر الأئمة. ما هي السنة؟ السنة نفسها هي استنباط لأحكام القرآن، يعني هذا عمل الأئمة عليهم السلام، هم الأحق بهذا العمل، هم هذا مهمة، هذه مهمتهم أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، وهذه هي السنة. يعني السنة في حد ذاتها استنباط للأحكام وشرح وتأويل للقرآن، لكن هو لا، لنفرض أننا أمام مشكلة عويصة لم نسمع عنها من قبل، نريد حكما شرعيا من القرآن والسنة. أتفق، نعم، لكي نستنبط حكما نرجع إلى القرآن والسنة النبوية، يعني كتب أمهات أحاديثنا، لكن هو لا، لا يقول هذا، بل يقول أو العقل والإجماع، أضاف العقل والإجماع، وهنا الكارثة، كما أضاف مالك بن أنس الإجماع أهل المدينة في استنباطه للأحكام، فكان يترك الحديث الصحيح الذي يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالسند الصحيح بالنسبة لعلومهم، ويترك هذا الحديث الصحيح ويذهب إلى ما رآه الإجماع، يعني ما رآه أهل المدينة في أعرافهم وتقاليدهم وجهلهم. وهكذا حرف دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، يريدوننا أن نقع في نفس الحفرة. يعني عندما يقول العقل، العقل ماذا يقصد بالعقل؟ العقل في شرعنا هو الدين، هو التدين. يعني عندما آدم عليه السلام اختار العقل، فقال اختار العقل بين الحياء والدين، لم يختار الدين بل اختار العقل. قال جبريل عليه السلام للحياء والدين اذهبا ارجعا اين كنتما، ارجعا حيث كنتما، قال له لا، إن الله أمرنا أن نكون مع العقل. إذن ما هو العقل؟ العقل هو الحياء والدين والقدرة على استنباط وفهم الدين و يعني وتطبيق الحياء. لكن هو لما يقول يعني المدرسة الأصولية عندما تذكر العقل، لهذا يدرسون المنطق، منطق أرسطو وأفلاطون، يعني العقل بطبيعته الإغريقية، هنا هكذا هم يعتقدون، يعني بالفرنسية نقول غاسيونيل، يعني العقل المتحجر، هذا العقل الذي لا نعترف به نحن، العقل المنطقي المادي الذي يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا هو العقل الذي يقصده، يعني كل ما هو عقلاني يذهبون إليه. يعني إذا حدث معهم أن وجدوا حديثا ما وراء الطبيعة في الميتافيزيقيا لا يأخذون به، يقولون هذا ليس علاقة له علاقة بالعقل، العقل للإنسان العصري، فيقعون في البدع. وليس فقط العقل، يقول والإجماع، إجماع من؟ إجماع المعصوم أو إجماع الغير معصوم؟ وما شأننا بإجماع الغير معصوم؟ ما شأننا بآراء
هؤلاء العلماء الذين درسوا في نفس الحوزات. الدين ليس سياسة يا أخي، الدين له قواعد. نحن لسنا سياسيين نصوت في الديمقراطية وكل هذه الأشياء، الدين ليس هكذا. أنت تريد أن ترجعنا إلى دين السقيفة أم ماذا؟ وأين دليلك على أننا يجب أن نرجع إلى العقل والإجماع؟ أين دليلك من الكتاب والسنة؟ أين دليلك؟ وهنا يسب العامي فيقول: فأنى للعامي أن يقرأ هذه الكتب ويفهمها كلها، ونحن نعلم أن التراث الشيعي يصل لمئات الآلاف من الأحاديث، فكيف لهذا العامي أن يقرأ القرآن كله ويستنبط من خلاله الحكمة، ونعلم أن القرآن ليس فيه كل شيء. هنا أولا القرآن فيه كل شيء، يضرب بعرض الحائط كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول أن في القرآن كل شيء. وإذا لم تجد في القرآن كل شيء ارجع للسنة وستجد أن في القرآن كل شيء. هذا أولا. ثانيا يقول: فأنى للعامي أن يقرأ، يعني لا يريد العامي، هو بدلا أن يشجع العامي كما يقول هو أن يقرأ ويعتمد على نفسه وقدراته، يقول لا، أن للعامي أن يقرأ، فخلاص نحن سعيدون بالعامي أنه لا يقرأ لكي نكون أسياده ونستخدمه كما نريد. فهذا سب للشيعة. أنا لا أتحمل أن ينعت الشيعي بالعامي، لا أبدا. العامي هو البكري، العامي عندنا هو البكري، أما الشيعي ليس بعامي، هو خصوصي، خاصة الله، شيعة الله، ليسوا بعوام. أما العوام الذين تتحدثون عنهم أنتم الذين صنعتموهم. اذهبوا إلى العصور الذهبية للشيعة، كيف كان الشيعة يفكرون؟ كتبنا تشهد على هذه الحضارة وهذا الرقي. لكن انظروا السنوات أو القرون الأخيرة عندما دخلت هذه المدرسة اللعينة، مدرسة الأصوليين، الشافعية، الصوفية، مدرسة الأصوفيين، عندما دخلت دمرت حياة الناس، أغرقتهم في الجهل بدعوى أن لا شأن لكم بالدين، نحن ندرس الدين، ونحن وهو هذا الشخص يقول هذا، يقول إن يجب أن ننحني احتراما وتقديرا وإعزازا لهؤلاء المراجع لأنهم ضحوا وقرأوا الكتب لكم واستنبطوا، يعني مضغوا وأعطوكم لتبلعوا هذا ما مضغوه هم. فيقول بالعكس يجب أن ننحني لهم ونختمهم ونقلدهم أكثر من اللازم مما يدعوننا إليه. أقول لا، هيهات هيهات. إذن يقول: كيف يذهب للموروث الشيعي ليستخرج الحكم من بين مئات الآلاف من الأحاديث؟ أيها الجاهل، هذا عمل انتهى، هذا عمل الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ومن تلاهم من رواة أحاديثهم. لماذا تريدون أن تضربوا قرونا وقرونا من المجهودات والكتب والعلوم وتقولوا لا، يجب أن نبدأ من الصفر؟ هذا عمل قضي. نحن دورنا الآن هو أن نفهم هذا العمل، ليس أن نعمله، لأن هذا الشيء الذي يقول استنباط الأحاديث وكل هذه الأشياء، أئمتنا يعني كان هذا هو دورهم ودور أصحابهم رواة حديثهم، يعني علماء المدرسة الإخبارية.
سواء شئتم أم لم تشاءوا، رغم أنوفكم. هذه الأنف التي عندكم الزائدة سوف نقطع رأسها، لأن لا بد أن تعلموا أن بعد بضع سنوات سيخرج من شعوب المغرب الكبير علماء ومراجع دين وفقهاء، ونحن نعد هذه الأمة، يعني هؤلاء المتشيعين، لكي لا يقعوا فيما وقعتم فيه أنتم. نحن نريد أن نبني حضارة أهل البيت عليهم السلام، أن نمحو كل هذه الترهات، وأن نعود إلى الأصل، وأن نفقه الناس بدون أن ندعو الناس أن يقلدوننا. ألا تفهمون؟ مشكلتنا معكم هو أن علماؤكم يدعون أنهم مراجع وآيات الله العظمى، ونحن لا نعتبر ولا نعترف بهم كي نتبعهم، وحتى لو اعترفنا بهم لن نتبع كل شيء كما يريدون، لن نقلدهم بدون أن نسألهم البينة. هيهات هيهات. فانتظروا ونحن معكم من المنتظرين. هذا التشيع الذي يعني كتمتموه عنا منذ مئات السنين وصلنا والحمد لله تعالى، ونحن مستعدين أن نظهره باللون الذي يريده هو، أن نظهر وجهه الحقيقي للناس بجميع اللغات وبالفكر والعلم والنقاش العلمي والبناء والنقد البناء، وليس بالحشوية والقيل والقال والأنفة والافتخار واللعن. إذن نكمل لأنه الموضوع طويل. فهنا يقول: وليس أحاديث فحسب، بل هناك تعارض بين الروايات، هناك أسانيد ضعاف لا يبنى عليها حكم، هناك روايات تحتاج لتفسير لفهمها، هناك أحاديث تعارض القرآن. الله أكبر، هذا افتراء على أحاديثنا. كأنه يقول علماؤنا تركوا هذه الأحاديث التي تعارض القرآن، هو يراها تعارض القرآن لأنه جاهل. فيقول هناك أحاديث تعارض القرآن. الله أكبر، يعني هم الأصوليين نفسهم الذين يقولون أن 80% من تراثنا الشيعي إسرائيليات. فانظروا إلى هذا التناقض، هناك أحاديث تفسرها أحاديث أخرى لآل محمد صلى الله عليه صلوات الله عليهم، هناك أحكام خرجت بوضع تقية، يعني يقول في حالة تقية لا يبنى عليها حكم. هذه كيف للعام أن يستوعبها؟ كأنه وجد القمر. يعني حقيقة الأسلوب لا يقنع يا أخي، يعني طور من أساليبك على الأقل، أتنا بالعلم. أما هذا لا ينفعك، لا ينفعك يا أخي. أنت ليس حجة علينا علم الكلام الذين أو علم الحديث أو علم الرجال الذي أنتم تتشدقون به. نحن لا نعترف بالأحاديث الضعيفة أو أحاديث صحيحة أو أحاديث معتبرة أو أحاديث مستفيضة. كل هذه التصانيف جاءت من عند المخالفين، وأنتم من الذين تبالغون بحب مخالفين، تقولون هؤلاء إخواننا بل أنفسنا. أنا أتكلم مع السانيين. أما الشرازيون فمليئون بالحقد على المخالفين، حتى عندما يتشيع مخالف يقولون انتقمنا منهم. هذه هي عقلية هؤلاء. فيقول
فكيف للعام أن يستوعبها؟ يا أخي، لماذا أنت تصر على تعقيد الأمور؟ عندما نقرأ من لا يحضره الفقيه، هذا كتاب للعامي كما أنت تدعي. يعني هل ما هو ذنب كل من يحاول أن يعمل مجهودا لفهم دينه؟ ما هو ذنبه في هذه الأمور؟ أنتم تريدون فقط العوام؟ خلاص، العامي فله، فللعوام أن يقلدوه، لكن ليس بالتقليد الأعمى الذي أنتم تدعون. ونحن سوف نقلص كمية هذا كثرة العوام في العالم الشيعي بالثقافة وبالعلم وبالنقاش البناء، وليس كما أنتم تريدون. أنتم تريدونهم أن يتبعوا فقط ولا يتكلموا. هذه فاشية يا أخي، هذه كارثة. لا إكراه في الدين، احترموا آراء الآخرين، وأن يفهمها. فالمتفقه تصدى لهذا الأمر، ودرس الموروث، وعرف مباني الشيعة في علمي الدراية والرجال، وحل التناقض بين الروايات وعمليات الاستنباط وتعارض الروايات وأحكام التقية وأوضاعها، فحمل العناء عن العوام بهذه ودرسها وأتى بها جاهزة إلى الشيعة. يعني هنا يعني مدح كما يسميه هو المتفقه في الدين. يقول المتفقه هو الذي عمل هذه الأعمال والاستنباطات ودرس في الحوزات وفهم، قضى عمره فقط ليحل إشكالية التعارض كما يسمونها الأحاديث، وبدأ يضعف هنا ويصحح هنا ويخدم مصلحة إيديولوجيته المبنية على التصوف الملعون. فهذا يقول لماذا تتعرضون إلى هؤلاء الفقهاء؟ فهم أسيادكم، يعني هم درسوا يعني ربوا أجيالا وكتبوا كتبا، وأنتم جهال تعترضون عليهم بدون فهم. هذا كلامه. فهل تستطيع أنت العام البسيط، يعني هنا يخاطب الشباب ويخاطب الشيعة بأنه عام بسيط مسكين، حدث الناس على قدر عقولهم. فإذا نقول أن الناس عقولهم قاصرة وعقولهم ضعيفة فنحدثهم بهذا الأسلوب، وتبا هيهات من الذلة، تبا للذي لا يرفض هذا المنهج في الكلام، هذه الطريقة في الكلام. هذا سب وشتم لشيعة الكرار عليه السلام. ألا تستحيون من أنفسكم؟ العام البسيط، كيف تفسر أني متشيع منذ سنة ونصف وها أنا أعطيك درسا في التشيع؟ كيف تفسرها يا أخي؟ أنتم الذين لا تعلمون ما هو التشيع، جالسون على كنوز وتعتقدون أنكم جالسون على زبالة، والمخالفون جالسون على الزبالة، الزبالة السقيفة ونفاياتها السامة المقيتة، ويعتقدون أنهم جالسون على الكنوز. هذا مشكل حقيقة، تناقض غريب في هذه الأمة. سنة ونصف وها أنا أعطيك درسا في التشيع، فما بالك بعد 20 سنة وأنت شيعي أبا عن جد ولا تفهم شيئا عن التشيع؟
فيقول فهل تستطيع أنت العامي البسيط من التبحر بهذه الأمور؟ نعم أستطيع، نعم أستطيع، أنا العامي البسيط أتبحر، أتعلم أن أعوم في البحار وأن أقرأ وأن أستنبط وأن أفهم، خير من أن أسمع كلامك هذا. إن استطعت فمعناها يجب أن تدرس المنطقة والدراية والرجال. هذا مشكلة، هذه هي مشكلتنا معهم. يعتقدون أن التفقه في الدين فقط في الفقه، يعني الأمور الشرعية، لهذا عندنا معممون جاهلون، والمراجع مقياس مرجعيتهم هو الفقه. أنا لا أعترف بمرجعيتهم لأنها ليست كاملة، هؤلاء ليسوا علماء رياضيات ولا فلسفة ولا 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 أي شيء، لا يفهمون شيئا في العلوم، فقط الفقه الفقه الفقه، ومرجعهم هو الفقه. يعني عندك نجد هناك مراجع جدا قويون في الفقه، يكتبون رسالة فقهية، ينقلون من هنا ومن هنا ومن وسائل الشيعة، ويكتبون هذه الرسالة بدون أدلة ولا شيء، خالف تعرف وكل هذه الأشياء، وعندما تدخل معهم في مواضيع شتى لا يفهمون شيئا، حتى وحدة الوجود لا يفهمون، لا يعرفون ما هي وحدة الوجود، ميتافيزيقيا، ديانات، علوم، لا شيء. وهنا يقول يعني يوجهنا، إذا أردنا التفقه في الدين، عنده هو التفقه في الدين هو علم الدراية والأحاديث، نحن يا أخي نرفض هذه العلوم، أنت الذي لا تفهم ما هي ما هو التفقه في الدين، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: لو وددت أن الصوت يعني ينزل على أو يبقى على ظهور شيعتنا، أو كما قال الصادق عليه السلام مضمون الحديث، حتى يتفقهوا في الدين، شيعتنا الكل 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 يجب أن يتفقه في الدين. هذا هو التحدي الذي لم تستطيعوا أن تنجزوه، بل فعلتم العكس، جعلتم الناس تتكاسل عن الجهود، عن التفقه في الدين، بدلا أن يكون المرجع مربي صالح، بدأ يعني يخفي علمه ويتمتع بموقعه ويدعو الناس إلى تقليده، هذا ما يفعل المرجع. فهل تستطيع أنت العامي البسيط من التبحر بهذه الأمور؟ إذن فيقول فإذا استطعت فلتتعلم هذه العلوم. نحن هذه العلوم نرفضها، نرفضها بتاتا. حوزاتنا العلمية القادمة في المستقبل إن شاء الله تدرس جميع الديانات، تدرس قاعدة الإلزام، تدرس كيف تنشر التشيع، تدرس الفصاحة في جميع اللغات، تدرس الأساليب، تعطي للناس منهجا. هذه حوزاتنا القادمة إن شاء الله تعالى، وليس مثل حوزاتكم فيها حشوية وعلم منطق وعرفان وتصوف، لعنة الله على الظالمين. إذن والآن يقول حتى أنا ذاك إذا درست كل هذه العلوم تستطيع حل كل هذه الأمور، وبهذا أصبحت مجتهد بعد عبور مراحل كثيرة جدا ودراسة علوم كثيرة وصعبة للغاية، حتى يعرف الرواية وكيفية الاستنباط وحل التعارض والصحة من الضعف والطرق الاستنباط، أمور كثيرة معقدة. هنا هو طريقته ليكسل الناس، يعني يجعلهم كسالى، لا يشجعهم، يقول لا صعب جدا، كما قال لي سيد من هؤلاء الذين يتفقون على أنفسهم علامة ومسخرة، يعني مسخرة حقيقة، قال وما لك أنت وما الحديث، اتبع مرجعا
اترك الأمور هذه الأمور للكبار، هكذا تشجعوننا؟ عوض ما تقول نعم أحاديث أئمتنا هي عليها العمد، هي الركيزة، فادرس. لا، يقول لي ما لك وما للأحاديث أنت. وهذا يقول حتى لو درست لن تفهم، يعني يثبطك، يسب عقلك وذكائك. وهنا عندما يقول هو، عندما يتحدث في التفقه فقط للاستنباط والفقه فقط، هو لا يعرف تفقها آخر، لا يعلم تفقها آخر إلا هذه الأشياء. لذلك حملوا عنكم العناء، هنا يدافع عن أسياد المراجع، يقول لذلك يا أيها السفهاء أيها العوام تأدبوا، هكذا يتكلم، يقول ولذلك حملوا عنكم العناء ولم يضعوا سكينا على رقبة المقلد أن يقلد. هذا ما ينقص أن يضعوا سكينا ويكره الناس في الدين. يعني يا أخي، هل هذه بلادة أو ماذا؟ لا إكراه في الدين، كيف يضعون سكينا على أعنقك؟ يقول يعني لا يكرهوكم أن تقلد. نعم يكره الناس، يقولون إذا لم تقلد في كل رسائلهم العلمية. ففي ردك الآخر إذا كنت سترد علي فلا تكذبني وتفتري علي. في الرسائل العلمية المشهورة مكتوب في الأول أن العامي لا بد عليه أن يقلد، وإلا فأعماله باطلة. هذا ليس بسكين على رقبته؟ عجيب. بل حتى عبادته تكون صحيحة وفق الشريعة الإسلامية عن آل محمد عليهم السلام، لأنهم تبحروا وتعمقوا بالقرآن والسنة. من قال لك أنهم تبحروا وتعمقوا بالقرآن والسنة؟ هذا كلام البكريون. البكري يدافع عن علمائه بهذا الكلام، كذلك أنتم. والدليل الأول على أن الفتوى مهمة عند أهل البيت وهي إفتاء أبان هذا الصحابي الجليل، وإجازتها من قبلها مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النماري. قال الباقر عليه السلام، هنا يأتي بجيد هذا، ائتنا بدليل لأبان. قال الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب، اجلس في المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. نعم، هذا بإجازة المعصوم عليه السلام، لا علاقة لنا بعقل. هل المراجع الذين هم الآن يدعون المرجعية ويريدون الناس أن يقلدونهم، هل هم موضوعون من طرف الإمام؟ هذا مردود عليكم. نعم، قالها الباقر عليه السلام، اجلس وافتي، لكن فتواه هو يعلم بأبان ويعلم أنه لن يفتي من تلقاء نفسه، وأنه سيفتي بكلام إمامه، وهذا لا يفعله المراجع، سوف نوضح هذا الأمر. إذن هو يجيء ويقول إذن الفتوى وفق منهج أهل البيت ورواياتهم هي محببة لدى أهل البيت، وعلماء الشيعة مصدرهم القرآن والسنة، وحمل الأتعاب عنك لو كنت تعي. الآن تنقل بعض، لو كنت تعي، هنا ماذا يقول؟ علماء الشيعة مصدرهم القرآن والسنة، وفي الأول ماذا يقول؟ القرآن والسنة أو العقل والإجماع. فهذه إنشائيات أن علماء الشيعة. يا أخي، أي علماء تتحدث؟ حدد لنا أي عالم تتحدث عن علماء الشيعة. لماذا تعمم وتقول أن مصدرهم القرآن والسنة؟ علماء البكريون كذلك يقولون نفس الشيء،
الصوفية يقول مصدرنا الكتاب والسنة، الكل يدعي أن مصدره الكتاب والسنة، فنجد فتاوى لا علاقة لها لا بالكتاب ولا بالسنة. وهنا ينقل أدلة الآن على التقليد. أول دليل الذي يتشدقون به دائما ويرددونه دائما وهذا ديدنهم هؤلاء الأصوليين، آية النفر، فيقول قال تعالى في سورة التوبة الآية 122: وما كان المؤمنون لين